يفقد المعدن البراق بريقه. أسعار الذهب تنخفض في السعودية. يشهد الذهب، وهو معدن غالباً ما يرتبط بالفخامة والأمان، انخفاضاً في قيمته. في السعودية، استحوذ هذا الاتجاه التنازلي على انتباه المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. تعود أسباب هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة الجوانب ومتشابكة مع القوى الاقتصادية العالمية. ستغوص هذه الحلقة في تعقيدات أسعار الذهب في السعودية. سنستكشف أسعار السوق الحالية ونحلل العوامل التي تساهم في هذا الانخفاض ونقارنها بالاتجاهات التاريخية. علاوة على ذلك، سنفحص أسعار العملات الذهبية والسبائك، مما يوفر نظرا عامة شاملة على سوق الذهب في المملكة. انضم إلينا ونحن نتنقل في عالم الذهب المتلألئ ونحاول التنبؤ بمساره المستقبلي. نظرة أعمق أسعار الذهب لعيارات مختلفة. اعتبارا من 6 نوفمبر 2022، شهد أسعار الذهب في السعودية انخفاضا ملحوظا. دعونا نقسم الأسعار وفقاً للعيارات المختلفة والتي تعكس نقاء الذهب. يتم تداول عيار أربواشي، وهو أنقى شكل، بحوالي 3.17 ريالاً سعودياً للغرام. يتوفر عيار الشين، وهو خيار شائع للمجوهرات، بحوالي 3.72 ريالاً سعودياً للغرام. يبلغ سعر عيار هن الشين، وهو خيار آخر مفضل للمجوهرات، حوالي 1.77 ريالاً سعودياً للغرام. يتوفر عيار سمبلاش، الذي يستخدم غالباً في المجوهرات نظراً لمتانته، بحوالي 1.75 ريالاً سعودياً للغرام. تسلط هذه الأرقام الضوء على انخفاض ثابت عبر جميع أنواع نقاء الذهب، مما يشير إلى اتجاه أوسع في السوق. كشف الغموض، لماذا يفقد الذهب قيمته؟ الانخفاض الأخير في أسعار الذهب ليس ظاهرة قائما بذاتها، يتأثر بتقاء عوامل اقتصادية عالمية ومحلية. أحد المحركات المهمة هو قوة الدولار الأمريكي. مع ارتفاع قيمة الدولار، يميل الذهب إلى أن يصبح باهظ الثمن نسبيا للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب. علاوة على ذلك، يلعب المشهد الاقتصادي العالمي دوراً حاسماً. يمكن أن تؤثر حالات عدم اليقين المحيطة بالنمو الاقتصادي والتضخم والأحداث الجيوسياسية على سلوك المستثمرين، مما يدفعهم نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب أو بعيداً عنه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر تحولات سياسات البنك المركزي، لا سيما تلك المتعلقة بأسعار الفائدة، على أسعار الذهب. غالباً ما تجعل أسعار الفائدة المرتفعة خيارات الاستثمار الأخرى أكثر جاذبية مقارنة بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب. لمحة من الماضي، رسم أداء الذهب. يعد فهم الاتجاهات التاريخية لأسعار الذهب أمراً ضرورياً لاكتساب منظور أوسع للوضع الحالي للسوق. على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد الذهب فترات من النمو الملحوظ والانخفاضات المفاجئة. يؤكد هذا التقلب على الطبيعة الديناميكية لسوق الذهب. تاريخياً، كان ينظر إلى الذهب على أنه أصل ملاذ آمن، وغالباً ما يجذب المستثمرين خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي. ومع ذلك، تشير الاتجاهات الحديثة إلى تحول محتمل في معنويات المستثمرين. قد تساهم عوامل مثل صعود خيارات الاستثمار البديلة وتغير التصورات للمخاطر في هذا المشهد المتطور. يكشف تحليل البيانات التاريخية عن تفاعل معقد بين العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب، في حين أن الأداء السابق لا يمكن أن يتنبأ بالنتائج المستقبلية، فإنه يوفر رؤى قيمة حول سلوك السوق وعلم نفس المستثمر. القسم الخامس، الاستثمار في الذهب، العملات المعدنية والسبائك. إلى جانب شراء الذهب للمجوهرات، غالباً ما يلجأ المستثمرون إلى العملات الذهبية والسبائك كوسيلة لتنويع محافظهم الاستثمارية. توفر هذه الأشكال المادية من الذهب طريقة ملموسة لاكتساب التعرض للمعدن الثمين. في المملكة العربية السعودية، يختلف سعر العملات الذهبية حسب وزنها وتصميمها وأهميتها التاريخية. وبالمثل،
تتوفر السبائك الذهبية بأحجام مختلفة، حيث تتفاوت أسعارها بناءً على سعر السوق السائد. عند الاستثمار في العملات الذهبية أو السبائك، من المهم الشراء من تجار ذوي سمعة طيبة وضمان صحة المنتجات. تعد التخزين والتأمين أيضاً من الاعتبارات المهمة لحماية استثماراتك. القسم السادس، الصورة الأكبر، العوامل الاقتصادية المؤثرة. لا توجد أسعار الذهب بمعزل عن غيرها، إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمشهد الاقتصادي الأوسع. يعد فهم هذه الروابط ضرورياً لفهم القوى التي تشكل سوق الذهب. يمكن أن يكون لأسعار النفط على سبيل المثال تأثير كبير على الذهب. بصفتها دولة رئيسية منتجة للنفط، يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار النفط على اقتصاد المملكة العربية السعودية، وبالتالي سلوك المستثمرين تجاه الذهب. علاوة على ذلك، يمكن أن تلعب عجز ميزانية الحكومة ومستويات الدين القومي دوراً أيضاً. عندما تواجه الحكومات تحديات مالية، قد ينظر المستثمرون إلى الذهب على أنه أصل ملاذ آمن، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليه وسعره. من خلال النظر في هذه العوامل الاقتصادية المترابطة، يمكننا الحصول على فهم أكثر شمولاً للقوى التي تؤثر على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية. القسم السابع، ما وراء الأفق؟ ماذا بعد بالنسبة للذهب؟ يعد التنبؤ بالمسار المستقبلي لأسعار الذهب مسعاً معقداً، يخضع لمتغيرات عديدة وأحداث لا يمكن التنبؤ بها. ومع ذلك، من خلال تحليل الاتجاهات الحالية والنظر في السيناريوهات المستقبلية المحتملة، يمكننا إجراء بعض التخمينات المدروسة. يعتقد بعض المحللين أن أسعار الذهب قد تظل تحت الضغط على المدى القصير بسبب قوة الدولار الأمريكي والزيادات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. ومع ذلك، يجادل آخرون بأن جاذبية الذهب كملاذ آمن يمكن أن تظهر مرة أخرى إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية أو حدثت صدمات اقتصادية غير متوقعة. في النهاية، يعتمد مستقبل أسعار الذهب على توازن دقيق بين القوى الاقتصادية العالمية ومعنويات المستثمرين والأحداث غير المتوقعة. القسم الثامن، النتائج الرئيسية، ملخص موجز. يشهد سوق الذهب في المملكة العربية السعودية الذي يعكس الاتجاهات العالمية انكماشاً حالياً. يعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الدولار الأمريكي القوي وتطور معنويات المستثمرين والتحولات في الظروف الاقتصادية العالمية. في حين تكشف البيانات التاريخية عن قدرة الذهب على العمل كملاذ آمن خلال الأوقات المضطربة، فإن الاتجاهات الأخيرة تشير إلى تحول محتمل في سلوك المستثمرين. قد يساهم ظهور خيارات الاستثمار البديلة وتغير التصورات للمخاطر في هذا التطور. وبالنظر إلى المستقبل، يظل مستقبل أسعار الذهب غير مؤكد، بينما يتوقع بعض المحللين استمرار الضغط الهبوطي على المدى القصير. يعتقد البعض الآخر أن جاذبية الذهب كملاذ آمن يمكن أن تشتعل مرة أخرى بسبب الأحداث العالمية غير المتوقعة. القسم التاسع، إخلاء المسؤولية. إن المعلومات الواردة في هذه الحلقة هي لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. ينطوي الاستثمار في الذهب على مخاطر متأصلة، ومن الضروري إجراء بحث شامل والتشاور مع مستشار مالي مؤهل، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.